أهلا بكم في قناة سامية صعيدي. في المشهد ده شفنا شاكيرا واقفة في البلكونة وجنبها برج ضغط عالي واضح جدا للناس، والفترة دي كانت فترة حكم الخديوي عباس حلمي الثاني لمصر، وأصلا أول برج ضغط عالي دخل مصر بعد تولي جمال عبد الناصر. شفنا علبتين بايرسول في بيت نعمة المراكيبي، وده خطأ فادح، والمشهد ده وقت ثورة عرابي سنة 1882، وبايرسول إنتاج شركة مصر للكيماويات، واللي اتعملت سنة 1982، يعني بعد ثورة عرابي بمئة سنة. شفنا طبق هوائي في سرايا هودة هانم الألوزي، وده خطأ فادح وغبي، لأن توقيت المشهد ده كان في فترة حكم محمد علي باشا لمصر. عايز أقول إزاي طبق هوائي في الفترة دي ومصر ما كانش فيها كهرباء أصلاً. آخر الحلقة الخامسة ظهر يزيد المصري وهو بيبني قبره، وشفنا أعمدة نور في المشهد، وده غلط طبعاً، لأن في فترة حكم محمد علي باشا لمصر ما كانش فيه كهرباء أصلاً، ومصر كانت عايشة على الشموع. شفنا في الحلقة الأخيرة مروحة سقف في سرايا عبد العظيم داوود، وده خطأ فادح، لأن مروحة السقف من اختراع الأمريكي سكايلر ويلر سنة 1880، ودخلت مصر سنة 1949، وأحداث المسلسل انتهت عند ثورة 19. عامر المصري كان عامل مظاهرة ضد الإنجليز والحماية اللي فرضتها بريطانيا على مصر، وده خطأ فادح، لأن ظهر أكتر من يافطة مكتوب عليهم سعد زغلول وعاش زعيم الأمة، والمشهد ده وقت حادثة دنشواي، يعني سنة 1906، واليافطة دي ظهرت في آخر المسلسل في الحلقة الأخيرة وقت ثورة 19. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شفنا عطا المراكيبي بيصلي غلط، وكمان بعد التشهد زاد الغلط أكتر، لأنه قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكان على استعجال جدا، وده خطأ فادح، لأنه المفروض يقول السلام عليكم ورحمة الله. شفنا سنية طليقة داود باشا حاطوا مونيكير في فترة حكم الخديوي توفيق لمصر في القرن 19، وأصلاً تم تصنيع أول أزازة مونيكير في القرن العشرين سنة 1930، يعني بعد أحداث المشهد بخمسين سنة. الداية اللي قامت بولادة سكينة زوجة عطا المراكيبي في أول حلقة واضح للناس إنها ست كبيرة في السن في حدود 80 سنة، والخطأ هنا بعد مرور 20 سنة. شفنا نفس الداية عشان ولادة نعمة المراكيبي بنت سكينة، وده طبعا خطأ غبي جدا، هي ازاي بتمارس مهنة الولادة في السن ده، ولو افترضنا انها لسه عايشة والاعمار بيد الله. طبعا بس على الاقل يكون سنها 100 سنة وزيادة في شيء طبيعي، يكون نظرها راح وصحتها خلاص وجالها ارتعاش وزهايمر وجميع امراض الشيخوخة بحكم كبر سنها. شفنا فوزية زوجة احمد المراكيبي لابسة سلسلة لونها اسود في عزاء داود باشا، ولما عادت السرايا كانت لابسة سلسلة لونها أبيض، وده خطأ ركور. نسبت مولانا لاليوبا طرابيش، النصيب حكم، والولد ونعم الشباب.
خليها لوحدك يا خلف سوق الزلط. تيجي وتروح بالسلامة يا داوود.